خلوني أسمع من أحمد براني، وده واحد من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وأعتقد كمان هو موجود مع وزير الإسكان وبيتم تجهيزه إنه يبقى عنده دور ضمن هذا الملف. أحمد مساء الخير، ويعني مصر كلها فرحانة بيكو، ويا رب يعني البرنامج يتحول لحاجات كتير ونشوف شباب كتير في مصر بيقدروا يتنقلوا من مساحة التنظير والنقد لمساحة العمل والفعل. خليني أسألك في البداية، هو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب قدر يديك الدعم المعنوي اللي كان سهيل بيتكلم عنه؟ قدر يسد فجوات سوء التعليم في مراحل بعينها، التدريب على الإدارة وحسن مخاطبة القيادات، كيفية التعامل مع الملفات الصعبة؟ أنا عايزاك تقول لنا البرنامج ده قدر يعني يأهل الشباب المصري ويمكنه إن يقدر يبقى مسؤول عن إدارة الدولة في مرحلة ما، إزاي؟ الو، أحمد سامعني؟ معلش هو الصوت بيقطع. انا سمعت حضرتك بتقولي البرنامج الرئاسي وقدر ايه بقى، لان الصوت كان بيقطع. أنا معلش عايز أعرف، إحنا كنا هنا بنتكلم في القعدة بتاعتنا على إنه الدعم المعنوي مطلوب جدا للشباب لمنحه ثقة، وكنا بنقول كمان إنه الشباب العربي ما تعرضش لأحسن تعليم، عنده فقد الأشياء كتيرة، منها خبرة العمل التنفيذي، العمل العملي. وهل البرنامج الرئاسي قدر يأهلكوا انتوا كشباب علشان تبقوا في لحظة من اللحظات مسؤولين عن إدارة البلد دي؟ طب هو لو حضرتك سامعيني، انا سمعت حضرتك بتتكلمي عن اللي انا سمعته من حضرتك، حضرتك بتسالي عن البرنامج الرئاسي وهو قدر يعمل ايه وايه دور البرنامج الرئاسي معانا. هو اتفضل. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه في البدايه. فكره البرنامج الرئاسي هي فكره كنا بنتكلم فيها من زمان جدا، من ايام يعني كان في يعني من كذا سنه كنا بنتكلم ان لازم يبقى في مبادره من رئيس الجمهوريه اللي هو يأهل الشباب ويمكنهم ويعلمهم. احنا بنتكلم دايما احنا عايزين نمكن الشباب، نمكن الشباب، والشباب عنده فكر، الشباب لا يمكن تمكينه من غير تأهيله. فكانت فكرة البرنامج الرئاسي اللي هو بيختار مجموعة من الشباب وده على معايير معينة ومن كل أنحاء الجمهورية، وقال الشباب دوت هو هيأهلهم الأول قبل ما يمكنهم. والتأهيل ده فندم مهم جدا، وده ينقصنا كتير جدا في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. اللي احنا خدنا يعني عايز اقول لحضرتك في البرنامج الرئاسي خدنا مجموعة من الكورسات زي إدارة الأعمال، زي الأمن القومي، زي التغيير المؤسسي والتسويق وغيره من الكورسات اللي وسعت مداركنا وحطتنا كلنا على أرضية مشتركة، قدرنا من خلالها نقدر نوظف كل واحد إمكانياته وقدراته، وحتى نظرتنا للمشاريع اختلفت. اللي يعني لما كان واحد عنده فكرة، حضرتك سامعاني ولا لأ؟ لا سامعاك كويس. فلما كان واحد عنده فكرة الأول وكان شايف إن فكرته هي الفكرة العظيمة اللي ممكن تغير الدولة وتغير البلد كلها، بعد البرنامج الرئاسي الموضوع اختلف، لأن بدأ يحط الفكرة في إطار تنفيذي معين. كان دايما سيادة الرئيس يقول منين وإزاي وكام وفين، ما تقوليش إن أنا عندي فكرة وخلاص، لا أنت اديني أيوه. الموضوع متكامل، اديني وجهة النظر متكاملة. فكرة البرنامج الرئاسي أنا كل اللي أنا أتمناه إن هي تستوعب عدد أكبر من الشباب، لأن عندنا شباب كتير جدا في مصر. عايز أقول لحضرتك إن أول ما تم فتح باب القبول للبرنامج الرئاسي اتقدم 73,000 شاب، صحيح، اتقبل منهم 500 شاب. النهارده احنا بعد السنه الثانيه الدفعه الثانيه دخلت والدفعه الثالثه في طريقها للدخول، النهارده حوالي بنتكلم في ربع مليون شاب انترستد اللي هو يكون موجود، وغيرهم من الشباب اللي نفسهم يشاركوا. ففكره البرنامج يعني الفكره مهمه جدا اللي هي بتاهلنا طيب. عشان تعلم الناس وتمكنهم في اللي هو يقدر ينفذ افكاره بطريقه علميه. الحاجه الثانيه والحاجه الاهم، الموضوع بيتطور والفكره بتتطور، هي مش فكره وقفت، لا ده الفكره يعني زي ما قلت. لو حضرتك تفتكري من سنه فاتت عملنا نموذج محاكاه الدوله المصريه، وبعديها كانت فكره المؤتمر الوطني الاول للشباب، الفكره اتطورت وطلعنا بتوصيات اللي احنا قلنا ما ينفعش يبقى مؤتمر كل سنه، خليه مؤتمر كل شهر، والرئيس استجاب للدعوه بقى مؤتمر شهري في المؤتمرات الشهريه. طلعت الفكره واتطورت اكتر. طب ايه رايكم ندعو شباب العالم؟ سياده الرئيس على طول استجاب وعجبه الفكره ودعمنا فيها، والنهارده زي ما حضرتك شايفه احنا كل شباب العالم عندنا ناس كتير جدا من كل دول العالم نزلت على ارض مصر
يمكن كان ليا تجربه في روسيا من اسبوعين في مهرجان دولي، ودعينا شباب كتير جدا من كل دول العالم. الناس ما كانتش تسمع عن مصر، ما كانتش تعرف، ممكن مجموعه كانت عارفه. النهارده الناس لما نزلت مصر وشافت شرم الشيخ، لسه مدينه واحده بس من كل المدن المصريه، الناس معجبه جدا باللي شافته من اعمال التنظيم ومن اعمال ومن جمال المدينه. فالفكره هي مستمره. اما فكره التاهيل بتاعت الشباب، لازم برضو أؤكد على حضرتك فيها إن هي الفكرة موقفتش على فكرة البرنامج الرئاسي. زي ما قلت لحضرتك، المشكلة فيه إن هي كان عدد الشباب صغير، الباتش أو الدفعة كانت 500 طالب. النهاردة عندنا دفعتين، والدفعة الثالثة داخلة 1500 طالب في دولة زي مصر، يعني 50% منها شباب أو 60% منها شباب. فلازم الموضوع كان يبقى ليه إطار أقوى. ولذلك كانت من ضمن توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل. ويمكن سيادة الرئيس أعلم فعلا وطلع قرار جمهوري بإنشاء الأكاديمية عشان نقدر نستوعب أعداد أكتر، ويبدأ الموضوع يبقى في إطار تنظيمي مؤسسي أكتر عشان نقدر نستوعب كل الناس اللي عايز تتدرب. الأكاديمية هيكون فيها مجموعة من البرامج، منهم برنامج الرئاسي تأهيل الشباب. عايزة بس أسألك أحمد، جزء من التأهيل علشان الناس تسمعنا كويس، لازم نعمل وقفة ونروح ونيجي مع بعض. عايزة أسألك على التنظيم اللي شفناه في المنتدى الدولي اللي احنا موجودين فيه. التنظيم ده اشتغلتوا عليه ازاي؟ قعدتوا قد ايه؟ المصريين جزء منهم او على الاقل اهل الشر مش مصدقين ان ده شغلكو وان دي مش شركة. يا فندم، للأسف طول ما احنا ماشيين، طول ما الدولة المصرية بتمشي في خطوات للتقدم وخطوات صح، طول ما هيفضل في ناس لسه هتفضل تحارب فينا وتقول انتوا صح. احنا شفنا الموضوع ده من ايام المؤتمر الوطني الاول للشباب، وقالوا دول جايبين عساكر وامن مركزي يحضر. هذه يعني طبعا دي وجهه نظر مغلوطه للناس، بيحاول بعض المجموعات من اهل الشر ترويجها للمجتمع المصري. ولكن اعتقد ان المجتمع المصري فاهم كويس ايه اللي بيحصل. عايز اقول لحضرتك على مفاجاه، ويمكن يعني سياده الرئيس تعمد في منتدى شباب العالم ان من يشط على التنظيم ومن يعني ياخد الموضوع من الالف للياء، من اول المطار وحجز تذاكر الطيران لاستقبال الوفود للفنادق لتنظيم المؤتمر لدخول الناس في القاعه. كل الموضوع ده اللي بيشرف عليه شباب البرنامج الرئاسي. اخيرا في جمله واحده، اللي انا فاهماه ان انت بيتم تدريبك دلوقتي علشان يبقى عندك شغل في ملف العشوائيات، ايه اللي بيحصل؟ لا، هو انا اصلا كنت بشتغل في ملف العشوائيات من قبل البرنامج الرئاسي، بشتغل مع نائب وزير الاسكان. فيما يخصني انا في ملف العشوائيات، احنا عملنا ورشه عمل اسمها تطوير حضري والعشوائيات، وخرجنا منها بتوصيات عرضناها في مؤتمر الوطن الاول للشباب في شرم الشيخ، وعرضناها على سياده وزير الاسكان، وفعلا طلعنا بحاجه اسمها البرنامج الوطني لتطوير الانسان. وقلنا يا فندم احنا محتاجين نطور الانسان مع تطوير البنيان. لو انا اخذت الناس اللي في العشوائيات اللي قاعدين في عيشه وقعدتهم فيها، مش هينفع. لازم اشتغل على تطوير الانسان مع تطوير البنيان. ويمكن يعني السيد نائب وزير الاسكان دكتور احمد درويش استجاب للموضوع ده، وبدانا فعلا اطلقنا حاجه اسمها مبادره اهالينا، بنشتغل فيها على الجزء الخاص بتطوير الانسان وازاي نرفع وعيه وثقافته ونوفره فرص عمل. سامحني انا بشكرك شكرا جزيلا.